نعم. شيخ، هل يجوز تأخير صلاة، تأخير سنة العشاء إلى الساعة 10؟ نعم. وقت العشاء بارك الله فيكم من خروج وقت المغرب مباشرة إلى نصف الليل. يجوز تأخر الفريضة إلى الساعة 10 في وقتنا هذا، لأن 10 قبل منتصف الليل. وسنتها أيضا يجوز أن تؤخرها إلى الساعة 10 في بلادنا هذه في هذا الوقت، لأن وقت العشاء إلى نصف الليل.